السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شباب، حد يرد عليا. الصوت يا جماعة، الصوت واضح؟ وعليكم السلام يا دكتور. واضح. طيب تمام، والصورة باينة؟ الشاشة باينة؟ تمام، توكلنا على الله. اوكي، النهاردة هناخد كذا حالة كده حلوين ان شاء الله، بس الايم بتاعنا ان احنا نشوف ال diagnostic tools in dermatology and the rule. تمام، توكلنا على الله. طيب معلش، case number one 56 years old female, lesion D of 1.5 years duration و asymptomatic. حد الاول كده يوصف لنا الليجن يا جماعة، وده ال سوري الكلوز اب فيو بتاعها. حد يوصف لنا الليجن كده؟ يا شباب حد يتكلم يقول لنا، اوصفوا لنا الليجن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلينيكالي. ايوه يا مروه، اتفضلي يا مروه. ايه يا مروه؟ تسنيم، اتفضلي يا تسنيم. لا يا جماعه محدش عايز يتكلم ليه؟ يا خديجه، دكتوره خديجه، دكتور غاده، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبه قلبي، ها اتكلمي انتي بقى. يلا انا عارفه انك شطوره، اوصفي الليجن. انا مش عايزه انا شايفاه ريسيمتال باتش وعليها باتش. باتش ريسيمتال؟ لا هي بلوك. ايوه كده، باتش. باتش يعني تشينج ان كلر، بس هل دي تشينج ان كلر ولا في كمان في ال ال في نوديوز، في بلاك يعني، في نوديوز عامله كل يعني كواليسن توجذر عامله لنا بلاك، صح كده ولا انا غلطانه في الوصف؟ طيب اللون بتاعها ايه بقى؟ هي بيجمنتد، بيجمنتد دارك دارك، دارك يعني براون تو يمكن كمان بلاك كولورد. تمام، والليجن اللي هنا دي عامله ايه؟ نوديوز اهي، صح كده؟ وهنا برضو في نوديوز. اللي في الميدل في اتروفي في الميدل كده، وموستلي في ايروجنز اهي، الحته دي مثلا ايروزيف. تمام، تاني هي 56 years. يا جماعه ما احنا مش بن ده مش امتحان، احنا بنقعد مع بعض نتكلم عشان تو ريتش ذا دايجنوزس. هي الفكره كده يعني، انت تتكلم عشان تاخد على ان انت تتكلم لما تيجي في الامتحان الكلينيكال تعرف توصف، اما تيجي في الامتحان الاورال تعرف تتكلم. يعني ما حدش يتكسف، احنا مش احنا اولا كلنا اصحاب، تمام كده، وكلنا بنغلط وعادي يعني، اي حد ممكن فينا يغلط، انا اغلط انت تغلط ونصلح لبعض عادي. اوكي، فمش عايزين نكش، عايزين كله يتكلم. يبقى الليجن زي ما احنا شايفين عباره عن بلاك، اوكي، with central erosion او necrosis. اوكي، والكالر بتاعها more or less brown to black in color. هي بقى لها 1.5 years وبنقول انها asymptomatic، تمام كده. طيب نفكر في ايه بقى؟ what's your clinical differential diagnosis according للمنظر اللي احنا شايفينه ده والduration. خلوا بالكم المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت عايزين نطبقها على الكلام المرة دي. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بندور عليها الduration بتاع الليجن، تمام، وإذا كان سيمتوماتيك أو نان أو أسيمتوماتيك، ها، والوصف بتاعها دي إيه؟ تعتبر دي أنيولر، مش كده؟ تعتبر أنيولر ليجن، أنيولر بلاك، أوكي؟ والبوزيشن بتاعها جاية في السكالب، أوكي؟ ها، إيه بقى الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز اللي ممكن نفكر فيه؟ بيزل سيل كارسينوما، بيجمنتد تايب، ماشي، إيه تاني؟ extra mammary patches. ايش معنى extra mammary patches؟ اللي جنبه، ها، lesion well defined و irregular. هو عموما الباجس الباجس ديزيز هو بيطلع فين؟ لا regardless، لا regardless مش في الترا، يعني انا بتكلم هو اصلا تيومر بتاع ايه؟ ايبوكراين جلاند، صح؟ مش ايبوكراين جلاند تيومر الباجيت، صح كده؟ واحدة واحدة كده، الباجيت از
an apocrine gland tumor. طيب عشان كده بيجي في البريست لان ده this is the biggest apocrine gland in the body. طيب يجي فين تاني اللي فيه المكان اللي فيه الابوكراين جلانز؟ الاكزيلري والانوجينيتال. تمام تمام، يعني هي دي غالبا الاماكن اللي بتيجي فيها، هي في الانوجينيتال هيجي من الادنكسا اوكي، بس فيها ابوكراين جلانز، الاريا دي فيها ابوكراين جلانز. انما السكالب is one of the sites اللي ممكن يجي فيها باجتس، الا لو كان بقى جاي ايه سكندريز، انما هو primary lesion لا طبعا. This is not، يعني انت ما تحطوش اصلا في differential diagnosis بتاع scalp lesion. تمام، بس انت لو قلت لي secondaries انا هتقبلها منك، لان this is a common site for secondaries اللي يجي في السكالب ده this is a common site، ويعمل معاها cicatricial alopecia زي اللي احنا شايفينها في الحالة هنا دي. تمام، يعني common ان هي تيجي هنا secondaries من اي tumor بقى okay، بس عادة من البريست بالذات okay. يعني لو جه من البريست هنا وكان باجت هيبقى سكندري مش برايمري ليجن اوكي. طيب وات ايلس؟ الكلر، الكلر ده يديك ايه؟ مش احنا اتفقنا الالوان برضو لها تشخيصات معينه؟ ها ميلانوما، مش ده اللون بتاع الميلانوما صح كده اوكي؟ يبقى احنا بنتكلم على حاجه لازم هتكون في الغالب مالجننت، ولانها الديوريشن بتاعها طويل، ولانها لونها بلاك هنفكر في الحاجات اللي بتدي الكالر ده، الا وهي البيجمنتد بيزل سيل كارسينوما والايه المالجنت ميلانوما، دي اكتر حاجتين هنفكر فيه. طيب احنا عايزين نفرق بقى الحاجتين دول من بعض اوكي. هنبتدي احنا اتكلمنا ان احنا، او بص انا مش، انا ما كنتش حابه ان انا ايه اتكلم درموسكوبي كده يعني زي ما بيقولوا يعني دايركت كده، بحيث ان هو يبقى دمه تقيل. وبرضو لما اديت لكم المحاضره بتاعه الباثولوجي مش عارفه كان الرياكشن بتاعكم مش كلكم واحد، يعني حسيت ان الموضوع لو احنا جبناه بصوره حاله وبعدين نتناقش فيها كده ونشوف هيطلع فيها ايه بالباثولوجي وبالديرموسكوبي هتكون افضل. مش عارفه ايه رايكم، بس لما نخلص المحاضره دي كده تبقوا تقولوا لي رايكم. فاحنا هنشوف اول حاجه هنعملها هنشوف الديرموسكوبي بتاعها، احنا معانا الجهاز بتاعنا وهنبص لقينا المنظر ده. حد بقى ايه عارف ديرموسكوبي او عنده فكره كده يقول لنا ايه ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ حدش عايز يتكلم؟ ها اسماء برافو. الايه البلوش وايت كولر او الوايت بلو كولر اللي هو فريكوينتلي بيسين اكتر مع الميلانوما مش مع البي سي سي. تمام، ده اللي انا بشاور لكم عليه، ده اللي هو بنقول عليه الوايت بلو كولر، بلوش وايت كولر. تمام، ده او الفيل ده اللي هو زي يعني لون الطرحه اللي هي ابيض فازرق، الفيل يعني حجاب او كفر، يعني كان في حاجه ايه مغطياها لونها ابيض مزرق اوكي. ده بيقول لك فريكوينتلي اكتر مع الميلانوما عنه مع البيزل سيل كارسينوما. تمام، يبقى ده فلاج ساين بيسموه ريد فلاج ساين، ده لما نشوفه نقلق اوكي. وده من الحاجات اللي بيقول لك، يعني في مقوله كده في الديرموسكوب بيقول لك when there is blue، يعني if there is يعني blue color يعني they might sue، يعني لازم تقول لهم ان هم يشيلوا الماس دي لانها ممكن توديك يعني المحكمه يعني اوكي. يعني الموضوع هنا this is dangerous، شفنا اللون اللي هو البلو وايت color نبتدي نقلق. طيب في حاجه تانية شايفينها هنا ايه ده وده؟ تمام، وده وده في arborizing blood vessels، ما عرفش شايفينها ولا لا اهي. الفاسكولار arborizing blood vessels اهي باينه اوكي. طيب في variegation في الكالر برضو براونش لايت براون ودارك براون. الarborizing blood vessels دي ماشيه مع البي سي سي اكتر اوكي، بس مش يعني حاجه سبيسيفيك. والvariegation in color والblue white veil ده ماشي اكتر مع المالجنت ميلانوما. احنا لسه محتارين، هنبص للصوره دي كمان فيها حاجه كده. ايوه برافو، اللي هو ده اللي بنسميها ايه لا صح زي ما انت قلت كده، الليف لايك ستراكشر. ليف لايك ستراكشر عامله زي شكل ورقه الشجر اهي. معلش هي عايزه تخيل شويه، الديرموسكوبي عايز، او دي واحده تانية اهي بتهيألي دي مور بروميننت، واللي جنبها اهي
ادي واحد اتنين تلاتة leaf like structures، تمام، اللي انا بشاور عليهم دول، ماشي الحل. فكده احنا مع البي سي سي. طب احنا عندنا كده كرايتيريا مع البي سي سي وكرايتيريا مع المالجنت ميلانوما. كده انا اي كانت جادج الحاله دي، لازم تتاخد لها، لازم تتشال اكسجن ونعمل لها باثولوجي، لازم بايوبسي، تمام. والبايوبسي اي بريفير في حاله زي كده، واحنا لسه بنقول وين ذير از بلو ذي مايت سو، انت لازم تشيلها باكسجنال وذ سيفتي، او يعني تبعتها الجراح يشيلها اكسجنال وذ سيفتي وتفحصها بالباثولوجي عشان ما تحطش نفسك في موقف مش لطيف. طبعا البيزل سيل كارسينوما الاوت كام بتاعها بيبقى افضل من المالجنت ميلانوما. مالجنت ميلانوما وصلت الحجم ده غالبا في ميتاستس، تمام. دي منظر تاني برضو يعني، بس هو مش حلو قوي. ف طيب الباثولوجي بقى ات شود اللي احنا شايفينه ده، برضو حد ايه يقول لنا كده ايه اللي احنا شايفينه؟ ايه ده؟ بيزالويد، ايلاندز اوف بيزالويد سيلز، ايلاندز اوف بيزالويد سيلز، برافو. وعامله ايه في البريفري؟ في باليسيدنج، لما هنقرب شويه هيبان اكتر، اوكي. وفي معاها بيجمنت، البيجمنت هنا عالي برضو زي ما هو موجود في الكلينيكال وزي ما هو موجود في الدرموسكوبي، في بيجمنت، اوكي. في حاجه برضو هنا كاركترستيك اللي هو الايه، الارتيفاكت. اه بالظبط كده، نتيجه الريتراكشن اللي بيحصل في الاستروما، تمام كده. الارتيفاكت، الباليسيدنج، البيزالويد، ايلاندز اوف بيزالويد سيلز اللي موجوده، اوكي. وهنا برضو لما قربنا شفنا الباليسيدنج اوضح والبيجمنتيشن اوضح، اوكي. طيب يبقى احنا كده عندنا خلاص الباثولوجي حكم بيجمنتد بي سي سي، اوكي. طيب هو انا طبعا مش هنقعد نتكلم في التريتمنت وايه هي الكلام الكتير ده، انا بس عايزه، احنا معانا 10 حالات عايزين نقلبهم بسرعه عشان ناخد بالنا من الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها في التارجت بتاعنا، ان احنا نشوف الدرموسكوبي والباثولوجي بتاع الحاجات دي، اوكي. فهي مش حالات صعبه يعني. طيب كيس نمبر 2، this 43 years old male، الليجن دي بقى لها 1 year، تمام. وخلوا بالكم من الحته دي اللي انا بشاور عليها، وده برضو ايه كلوز اب فيو. حد بقى طبعا غير بقى ايه، غير خديجه هيوصف لنا الليجن. ايوه ايه، ويل ديفايند، برافو يا ساره. بلاك، تمام، ارتمتس بلاك وذ سنترال اتروفي، وحاسه المارجنز اعلى من السنتر، برافو برافو. وايه الحته دي؟ او ساينس مثلا، يا سكار يا ساينس، صح كده. المنظر ده، المنظر ده كده، اوكي، يوحي لك بايه يعني؟ لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز، المنظر اللي احنا شفناه من شويه ده، الديبريست سكار ده اللي عامل زي ما يكون اولد ساينس او سمثينج لايك ذس، يوحي لك بايه؟ خلوا بالكم في ليجن تانية هنا اهي، يعني نوت ا سنجل ليجن، في وان انذر ليجن، وفي هنا وفي بدايه ليجن جديده اهي. ها ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاعكم كلينيكالي؟ لوبس، لوبس او تيبركلويد او لا او او تيبركلويد ليبروسي، ماشي. لا بس اكتر ايه، الايه سكروفلوديرما اللي هي عباره عن ايه، معلش عشان زمايلك، تي بي اوف ذا سكن، تي بي اوف ذا سكن، وبتيجي عاده في الليمف نودز، صح كده. السكروفلوديرما تيجي في الليمف نودز او على البون، اوكي. طيب يعني تيجي اوفر بوني بروميننس او اوفر الليمف نود، تمام كده. طيب يبقى المنظر ده اللي احنا شفناه من شويه ده هو اللي خلانا فكرنا في السكروفلوديرما، او ايه يعني عموما الايه، التيبركلوزز اوف ذا سكن. وشكلها برضو يدي على ديسكويد ال اي، خاصه انها جايه في فوتو اكسبوزد اريا، اوكي. طيب يبقى احنا الديفرنشال دايجنوز زي ما احنا قلنا ديسكويد ال اي او لوباس، او يعني زي ما انت زي ما انت قلت سكروفلوديرما اوقع، تمام، اوكي. طيب هنشوف الدرموسكوبي، حد يوصف لنا بقى الليجنز اللي موجوده دي ايه اللي عليها الارو دي؟ فلوكيلر كيراتوتيك بلاجز، تمام. طيب الوايتش كولر ده، ده سكارينج اتروفي، برافو. هو نفس السكارينج اللي هنا، بس في حاجات تانية برضو،
في اريثيما اهي شويه، وفي هايبر بيجمنتيشن اللي هو اللي احنا شايفينه ده. تمام. يبقى تاني في عندنا فوليكولر كيراتوتيك بلاج اللي عليها الارو، في بيجمنتيشن، وفي يعني باك جراوند اوف اريثيما كده اوكي، وفي سكارنج. الوايت كلر ده بتاع السكارنج في الدرماسكوبي، لما نشوف الوايت كلر ده بتاع سكار. تمام. طيب ده بقى ماشي مع ايه الكلام ده؟ ماشي مع الديسكويد ال اي. دي صوره تانية برضو الديرموسكوبي بتاع ال اي، هنلاقي فيها ايه الارثيمتس باك جراوند زي ما احنا شفنا من شويه، والوايت سكينز، والشورت لينير فيسلز اللي احنا مشاور عليها دي بالايه باليلو اروز. تمام. دي شورت لينير فيسلز برضو، دي كاركترستيك للديسكويد ال اي والسكيلز دي والايه والريد باك جراوند. يبقى اكتر حاجات هتميزني الايه الديرموسكوبي بتاع الديسكويد ال اي ان احنا نلاقي فوليكولار كيراتوتيك بلاج، نلاقي فيه سكارنج، نلاقي اريثيماتس باك جراوند اللي هي واضحه اكتر في السكند بيكتشر، ممكن نلاقي سكيز، ممكن نلاقي اللي هي الشورت لينير فيسلز والبيجمنتيشن اللي موجود ده. اوكي. طيب يبقى احنا نشوف الباثولوجي برضو بتاعها، هنلاقي فيه عندنا ايه اتروفي اوف ذا سكن اوكي وذ ايه ده باتش ليمفوسيتك انفلتريت برافو مينلي بيري ادنكسل اهي اراوند ذا هير فوليكلز. تمام. بيري ادنكسل وبيري فاسكولار لان في ايه بلاد فيسل هنا اهو، هو اراوند ذا بلاد فيسل، يعني بيري فاسكولار اند بيري ادنكسل باتشي ليمفوسيتك انفلتريت سوبرفيشال اند ديب. فده ده مع ده ماشيين مع الايه الديسكويد الي، وده طبعا ايه الفوليكولار بلاجنج بقى بالباثولوجي. تمام. اوكي. يعني احنا بنتكلم على ديسكويد الي، طبعا التريتمنت بتاعها ايه معروف ان هي هندي بوتنت ايه توبيكال ستيرويد. اللي خمنا في المنظر البريزنس اوف اساينس، المنظر اللي كان موجود عنده ده هو اللي خلانا نفتكر او نفكر انها ممكن تكون ايه سكروفلوديرما او حاجه يعني ريليتد للايه تي بي. طيب كيس نمبر 3 ده 21 years old male، الليجن دي بقى لها 2 months واسمتوماتيك، موجودة على الباك اوف ذا نيك او النيب يعني، وموجودة في الفليكشرز او الايه الانتي كيوبيتال فوسة. تمام. بايلاترالي في الانتي كيوبيتال فوسي. تمام. دي اقرب شوية فاحنا هنخليها هنا ونوصف بقى الليجن. بابيلر برافو. برافو. تمام. بس خلاص. وهي طبعا الاحساس بتاعها مش هتقدري تقولي فيرم ولا سوفت لما تحسيها، بس انت الوصف بتاعك كده برافو 100 100. طيب نفكر في ايه بقى ايه الديفرنشال دايجنوزز لدي تاني الهيستوري ان هي بقى لها 2 مانثس، خلوا بالكم 2 مانثس اسيمتوماتيك ايرابتيف سيرينجوم ماشي. وات ايلس؟ لا إيرابتيف زانثوما برافو. ايه تاني؟ ايه تاني؟ واحدة واحدة، انتوا يا اما ما بتتكلموش خالص يا اما كلكم مع بعض. اوكي. هيام بتقول حاجة، اتفضلي هيام. فوكس فور دايس. فوكس فور دايس تمام. طب الأول تقولي لهم الفوكس فور دايس عبارة عن ايه؟ ايبوكراين جلانز برافو. انا مش عارفه النهارده انتوا حابين الايبوكراين ماشي. وبعدين يلوش بالظبط، بس عاده بتبقى فين؟ مينلي في الاكزيلا. اوكي الاكزيلا والجروين بالظبط. طيب وبتبقى اتشي على فكره الفوكس فور دايس از اتشي، ده انا بقول لك اسيمتوماتيك وجايه في الانتي كيوبيتال. وبعدين شايني فعلا، يعني في ليجنز فعلا شايني اهي زي دي مثلا erythematous to brown yellow كده يعني. طيب عموما اللي انتوا قلتوه كويس، برضو فكرنا في disseminated xanthoma erythematous cytoma ملاسكم ما حطيتوش انا الصراحة لان هو ما كانش لونه، هو حتى لو ما نجيبه تاني اللون بتاعه مش اللون بتاع الملاسكم، وبعدين السنتر مش امبليكيتد فده برضو اجانس انها تبقى ايه ملاسكم. تمام. بس زي ما انتوا شايفين ما فيش اي امبليكيشن في السنتر، والكلر بتاعها براونش يلو كده مش ايه اللي هو الوايتش او الواكسي كلر بتاع الملاسكم. انا فكرت برضو في البابيلار ميسينوزس لان this is the common site النيب اوف ذا نيك او سايز اوف ذا نيك،
والانتيكيوبيتال فوسي برضو من الكومن سايتس بتاعه البابيلار ميسينوزز والايرابتيف سيرينجوما زي ما انتوا قلتوا. تمام طيب موافقون. اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ الاول هنشوف الديرموسكوبيك بيكتشر بتاعته. هدي علق لنا كده يلوش باك جراوند ده بتاع ايه بقى؟ بتاع جرانيلوما عموما، اي جرانيلوما في الدنيا هيبقى كده يلوش او اورنج باك جراوند. تمام طيب بصينا عليها بالباثولوجي لقينا المنظر ده، حد يقول لنا ايه ده بقى؟ فومي هيستيوسايتس، يعني دي جرانيلوما ديفيوز جرانيلوما وذ فومي هيستيوسايتس. تمام يبقى احنا اتكلمنا كده بنتكلم على الزنتوما، احنا كده استبعدنا بالاول في الدرموسكوبي استبعدنا الميوسينوزز والسيرينجوما صح، اتفضل لنا الزنتوما والهيستيوسايتوما صح. لما شفنا الفومي هيستيوسايتس خلاص دي بقى الزنتوما. تمام فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى الاول كلينيكالي احنا حطينا كل الديفرنشال دايجنوزز اللي انتوا قلتوه ده. تمام وبعدين استبعدنا لما شفنا الديرموسكوبي حاجتين منهم الا وهما البابيلار ميسينوزز والايرابتيف سيرانجوما لانه ده مش منظرهم. جينا بعد كده عملنا الباثولوجي لقينا فيه ديفيوز جرانيلوما وذ فومي هيستيوسايتس. اوكي الفومنس ده مع الزنتوما مش مع الهيستوسايتوما. طيب يبقى دي زنتوما. طيب كيس نمبر 4 ده 35 years old male complaining of lesions on the body of 2 weeks. طبعا انا جايبه لكم وشه عشان تشوفوا بس how miserable is he. الجنرال كونديشن بتاعته كانت باد. اوكي الليجنز بقى لها 2 weeks بس. اوكي الليجنز بقى اللي انتوا شايفينها دي على الثاي على النيه على الليج على الترانك على الشست ده النيبل بتاعه. اوكي على الشست اراوند ذا امبليكس طبعا على الابدومين واراوند ذا امبليكس. طيب نوصف بقى الليجنز كده واحده واحده عشان الصور كتيره سيبك من الفيس. الليجنز شكلها عموما ايه؟ انيولر. برافو انيولر ليجن عباره عن انيولر ايه؟ بابيولز بلاكس باتشز ايه؟ لا الاول البرايمري ليجن ايه؟ بابيول بلاك ماكيول باتش ايه بالظبط؟ في بابيولز وفي بلاكس. برافو تمام وبعدين انيولر وايه كمان؟ اريثيماتس وايه تاني؟ وفي بس في بس مين اللي فين؟ على البريفري في البريفري في البريفري بتاعت الليجن. يعني احنا عندنا انيولر ليجن والبس فيها في البريفري صح كده؟ اهي موصلي في البريفري. الليجن اللي هنا دي شايفينها؟ ده انا عماله اوكي ما هي فيزيكال فيزيكال وفيها بس بس مش باين فيها حاجه هايبوبيون. اه فلويد ليفل بالظبط كده الفلويد ليفل باين هنا كمان. اوكي اهو اوكي انيولر ليجن وهايبوبيون او فلويد ليفل اهي هنا باينه كمان قوي في الصوره دي باينه قوي صح كده. طيب وفي سكيلز برضو موجوده في بعض الليجنز كده في سكيلز اتيل ويذ سكيلينج يعني تعمل او هي بتعمل كراست وسكيلينج كده في البريفري. وهنا دي شكلها ايه؟ بلاك بلاك اريثيماتس او ستادد ويذ باستيلز. برافو عليكي وصفت فاوجزت فبالظبط كده تمام. طيب ونفس الشيء هنا برضو كلها انيولر بلاكس اوكي بابيوز وعامله كواليسنس عامله بلاكس موست اوف ذيم هتلاقي فيه باستيوز بعضهم لا اوكي والهيلد ليجن زي ما احنا شايفين كده شايفه سايبه وراها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن وسام سكيلينج. طيب What's your differential diagnosis؟ هنفكر في ايه؟ ممكن سابكونيا باستولار درماتوزز سابكونيا باستولار درماتوزز او السنادنز. برافو ايه تاني؟ برافو اي جي اي بانفيجاس سابكونيا باستولار درماتوزز تايب وايه تاني؟ اتفضل باستولار سورايسس. اه بس هي دي الثلاث حاجات اللي هتتحط بالظبط كده باستولار سورايسس. انا حطيت الباستولار سورايسس الاول عشان البلاك اللي احنا شفناها في الاول دي تمام البلاك دي ماشيه قوي مع السورايس تمام. وبعدين حطيت سبكورنيا باستولار درماتوزز عشان الليفل بتاع الفلويد واخيرا الاي جي اي بولس درماتوزز تمام. التلاته هما دول اللي هنفكر فيهم. اوكي طب احنا عارفين احنا ماشيين ازاي ديرموسكوبي بقى
حد يقول لنا بقى ايه اللي شايفينه بالدرماسكوبي. دوتد بلاد فيسلز، برافو. وديفيوز وايت سكيلز اللي هنا دي، تمام، الوايت سكيلز اللي هنا. والبلاد فيسلز دي ايه مالها؟ ريجولاري، ريجولاري بين بوينت، ريجولارلي ديستريبيوتد بين بوينت فيسلز. ووراها اللايت اريفيمتس باك جراوند اللي احنا شايفينه ده، او اللايت بينك خلينا نقول احسن يعني. اوكي، خدنا البايبسي بتاعها، طلع اللي احنا شايفينه ده. حد برضو يوصف لنا regular acanthosis، regular hyperplasia او acanthosis of the epidermis. وفي inflammatory infiltrate. في هنا برضو باين حاجة تانية عند الباور دي، قبل ما نطلع الباور التانية، ان في dilated blood vessels وفي thinning في suprapapillary plate. تمام، اهي هنا الباراكيراتوزس باين قوي، والثيننج في السوبرا بابيلاري بليت، والدايليتد بلاد فيسلز اللي واصله للتيبس اوف ديرمال بابيلي اللي احنا شفناها بالديرموسكوبي از الدوتد بلاد فيسلز. تمام، ودي انا وريتها لكم قبل كده برضو. اتفضلي، اتفضلي اتفضلي. هلا ولا ساره؟ ساره، هلا. ايوه هلا، اتفضلي. مور بروميننت، ماشي اوكي. بس هي البابيولز عملت ايه؟ اتجمعت كواليست وعملت ايه؟ بلاكس. يعني مفيش بابيولز لوحدها، موصلي قليلين، اللي موجود اكتر بلاكس. نرجع تاني للصور معلش عشان ايه هالة تبقى مقتنعة. اهي انت عندك ايه، ماشي اوكي. هي بلاكس، بس في بابيولز وفي باستيولز. خلي بالك ان احنا بنتكلم على باستيولر سرايسز. تمام، لا مش هيبقى غلط، لان فعلا في باستيوز كتيره جدا. بس انت لو دققتي كويس كده هتلاقي في ايه، في بابيوز زي دي اوكي، وفي بلاكس، في بابيوز وفي بلاكس، في باستيوز بس الاكتر هنا ان هتلاقي في بابيوز وفي بلاكس. تمام، هنرجع تاني للصور واحده واحده عشان لازم تقتنعي. تمام، اهو شايفه هنا في بابيوز كتيره اهي، ماشي، وبعدين في بلاك. اوكي، البلاك دي عباره عن ايه؟ multiple coalescent papules، صح كده؟ in annular distribution. هنا برضو بلاك، بس في باستيوز وفي باس في الايه، في الباستيوز في البريفري، وبرضو بلاك 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 بلاك. بالظبط كده، stunted with باستيوز في areas فيها زي دي اهي. اوكي، وطبعا لازم تقولي موضوع الايه، الهايبو او الليفل اللي موجود ده، عشان تعرف ان هو مش شرط يبقى مع الايه، subconial pustular dermatosis، صح؟ والجنرال الباد جنرال كونديشن دي ما بتجيش مع السب كورنيال باستولار درماتوزز على فكره. الباد جنرال كونديشن اللي احنا شفنا عليها البيشنت في الاول، تمام، دي ما بتجيش مع السب كورنيال باستولار درماتوزز. هي بتبقى اتش والمنظر بتبقى بالظبط، بالاضافه ان السب كورنيال باستولار درماتوزز بيجي في ايج اكبر شويه وبيجي اكتر للفيميلز. تمام، طيب يعني انا نراجع الايه، الله يكرمك، مفيش مشكله. اي حد عايز يسال في الوسط برده مفيش مشكله. طيب يبقى احنا قلنا الديفرنشال بتاعنا، وبعدين شفنا الباثولوجي وشفنا الديرموسكوبي، تمام، ووصلنا للشريحه دي اللي هي فيها ايه، اكيوميليشن اوف نيوتروفيلز اللي هي عامله ايه، سبونجي فورم باستيول اوف كوجوش. تمام، طيب يعني احنا بنتكلم على باستيولر سورايس. اوكي، التريتمنت بقى بسرعه عشان انا مش كاتبه اصلا سلايز للتريتمنت ومش عايزين نقعد ندوش نفسنا كتير. حاله باستيولر سورايس ايه، ستريتن، برافو برافو عليك. تمام، طبعا بعد ما تعملي الانفستيجيشن بتاع كل حاجه. تمام، طيب كيس نمبر 5 دي. ايوه، ما جاش الاول بسورايسز، ما كانش عنده سورايسز، وعشان كده احنا ايه احترنا فيه. تمام، اللي هو لو كان ادى هيستوري قديم اوف يعني سورايسز، كنا على طول اول حاجه حطيناها باستيرال سورايس، صح كده. بس البلاكس اللي كانت موجوده، وبالذات اللي كانت موجوده على الترانك اللي انت شفتيه على الترانك دي، كانت تديكي امبريشن ان دي سورايسس. تمام، طيب دي 63 years، معلش مش تيرز، اولد فيميل. ها في الاجب، لا طبعا نفكر في الاجب، برافو عليكي، صح، معلش انا نسيت اكتبها في الديفرنشال دايجنوزز، بس ما كانش فيه هيستوري اوف دراج انتيك. تمام، عاده الاجب بيجي مع الايه، دراجز، فهي سام سورت اوف دراج الرجي
بتيجي بتبقى منظرها زي بتاعه الباستيلر سلايسز بالظبط. برافو عليكي، المفروض كتب فعلا في الديفرنشال. طيب دي 63 years old female الليجن اون ذا لاب بقالها 8 شهور، تمام كده. هي دي الصوره الثانيه، اصلا كان لها صوره ثانيه بس مش حلوه، فانا ما جبتلهاش غير الصوره دي. اوكي ايه الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز بقى؟ الاول وصفوا لنا الليجن كده يا جماعه. في ألسر، برافو. وكراست اوفر ذا ألسر، في كراست. مش واخدين بالكم كده الايدج بتاعت الالسر دي شكلها عامل ازاي؟ احنا دايما الالسر بنوصف فيه ايه؟ بيز وايدج وفلور، تمام كده. طيب ها حد يوصف لنا بقى الثلاثه دول، ما انا قلنا ألسر يبقى نوصف الثلاثه. الفلور كراستد والايدج ايفرتد. برافو برافو، هي الحته دي هي باينه انها ايفرتد، تمام. طبعا احنا ايه الفلور ده او البيز سوري هنحسها، فطبعا احنا مش هنقدر نوصفه، بس ايه هو الفلور فعلا كراستد ألسريتد وكراستد وفي جرانيليشن تيشو والايدج بتاعها ايه ايفرتد، تمام. طيب واتس يور كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس؟ خلوا بالكم ان بقى لها 8 مانثس. سكويماس سيل كارسينوما اون توب اوف اكتينيك كيلايتس، برافو. ايه تاني ممكن نفكر فيه في الكومون سايتس يعني الحته دي؟ ايروزيف لايكن، برافو. ايوه تتحط طبعا. وشفنا كتير ليجن ايروزيف لايكن تيجي بس في اللب، بس طبعا المفروض نعمل اكزامينشن لبقيه الجسم ونشوف الميوكس ممبرين والبقى الميكوزا. ها وات ايلس؟ بهست بس مش هيقعد 8 شهور متواصل. الالسراتيف لايكن بلانس ماشي، خلي بالك من من الهيستوري، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا الهيستوري مهم، الديوريشن مهمه. اوكي حاجه بقى لها فتره طويله صعب انها تبقى اي حاجه زي البهسد، لان دي حاجه اكيوت بيجي ويروح. انترميتنت سوري، يعني بيجي ويروح انترميتنت، تمام. احنا فكرنا في الاكتينيك كيلايتس او السكويماس سيل كارسينوما الالسراتيف لايكن بلانس او ممكن برضو بي سي سي، ما ده من كومون سايز بتاعه البي سي سي. الدرموسكوبي بقى زي ما انتم شايفين كده، حد يقول لنا حاجه؟ طيب اقول انا في وايت سيركلز اللي هي زي اللي احنا شايفينها هنا دي، اوكي دي وايت سيركلز. في هوموجينس ريجولر وايت ارياز، تمام، اللي هي مثلا زي الاريا دي كده. خلوا بالكم ان الدرموسكوبي فيه كميه تخيل فظيعه، اوكي. فالوايت سيركلز زي دي مثلا وزي دي، بينما الهوموجينس ريجولر وايت ارياز زي دي مثلا، اوكي تمام. وبعدين في الريجولر هيربن فيسلز، الريجولر هيربن فيسلز باينه هنا اهي اللي هي زي بنسه الشعر، باينه هنا وباينه هنا على فكره في الاطراف. عارفين البنسه بتبقى عامله ازاي؟ زي شكل رقم 8 كده بالعربي، هي نفس الشيء باينه هنا برضو وهنا شويه اهي الهيربن فيسلز، تمام اوكي. والريجولر لانها مش ديستريبيوتد ايه بشكل متظبط، تمام. وفي ستروبري باترن اللي هو عامل منظر زي الايه زي شكل يعني طبعا شتان يعني بس اوكي. هما بيقولوا المنظر ده اللي هو البينك تو ريد كلر كده في الباك جراوند ده بيسموه، المنطقه دي برضو بيسموها الاستروبري كلر، اوكي، او الاستروبري باترن سوري، تمام. ده بتاع الاكتينيك كيراتوزس، الاستروبري باترن ده بتاع الاكتينيك كيراتوزس، اوكي. لما نلاقي المنظر ده يبقى الاصل بتاع الموضوع كان اكتينيك كيراتوزس. معايا؟ طيب في بقى ايه فوليكولر اوبننجز كده صغيره او سودو فوليكولر اوبننجز زي دي مثلا ودي اللي هم حاطين عليها سيركل دي، تمام كده. طيب هناخد الباثولوجي بتاعها، ده بقى ابارنت قوي يعني، اوكي. الهورن بيرز، برافو. عندنا الاول في اكانثوزز وبابيلوماتوز كل حاجه في الابيدورمس، وبعدين في هنا ايه منظر بتاع ماس شكلها زي بتاع الايه ال معلش البتاع عمال شكل الزوم هيخلص. شكلها زي بالظبط الكيراتينايزيشن بتاع الابيدرمس. معايا يا شباب ولا الصوت راح؟
السلام عليكم. الصورة والصوت واضحين؟ انتوا قطعتوا من امتى معايا؟ من شفنا الديرموسكوبي ولا نعيده تاني؟ يعني وصلنا الباثولوجي. طيب احنا قلنا ان هيبقى فيه عندنا هورن بيرز، اوكي، وعندنا اللي هو نفس الكيراتينايزيشن بتاع الابيدرمس، لان ده ايه التيومر ده جاي اوف ابيدرمال اوف كيراتينوس اوريجين، جاي من الايه من الكيراتينوسايتس، فلازم هيبقى نعمل نفس الايه كيراتينايزيشن بتاعه. كل ما يبقى مور ويل ديفرينشيتد كل ما هنلاقي الهورن بيرز اوضح. تمام كده، اوكي، اهي المنظر بتاع الهورن بيرل. طبعا السيلز تهمني قوي ان انا ابص عليها عشان اشوف النمبر بتاع الاتيبيكال سيلز اللي موجوده، ونشوف السايز بتاع النيوكلياس للسيتوبلازم. هل النيوكلياس كبيره قوي زي هنا كده؟ النيوكلياس كبيره قوي، الفاريو بتاع او الريشيو بتاع السيتوبلازم للنيوكلياس بيقل كل ما التيومر يزيد. يعني كل ما الايه ما الاجريشن بتاع التيومر يزيد كل ما الايه الريشيو بتاع النيوكلياس تبقى اعلى للسيتوبلازم، اعلى من الايه الناس اللي او الحاجات اللي هي ايه ويل ديفرنشيتد. وطبعا كل ما تقل الهورن بيرز دي كل ما معناها ان احنا مش ويل ديفرنشيتد، اوكي. فده عاده اللي بيجي اون توب اوف اكتينيك كيراتوزس بيبقى مور اور ليس ويل ديفرنشيتد تيومر. تمام، هو ويل ايه كمان اللي بيبقى ويل ديفرنشيتد؟ الفيروكاس فورم. الفيروكاس فورم بالظبط كده. هو عاده ده بيبقى الانفيجن بتاعه سريع، هي دي المشكله، لانه جاي على اريا فاسكولر. الاكتينيك كيلايتس او الاكتينيك كيراتوزز بتبقى فيها الانفيجن سريع عشان بلاد فيسلز هنا كتيره، اوكي. ف 8 شهور ده احنا لازم نعمل لها فول سكريننج، احتمال كبير قوي يكون عندها ميتاسس. طيب يبقى هي سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف اكتينيك كيلايتس. معلش هرجع للديرموسكوبي في حته، ان احنا عندنا اللي بنقول عليه ده اليالوش وايت جلوبيولز اللي هي الموجوده هنا دي، اوكي، بيقول لك ان هي عاده تيجي مع الايه السكوما سيل كارسينوما اون توب اوف كيراتو بتاع ده كيراتو كان مش كيراتو كان توما سولار كيراتوزس. تمام، عاده دي المنظر ده يجي لما تبقى اون توب، يعني هنلاقي الاستروبيري ده اللي هو بتاع الاكتينيك كيراتوزس، واليلوش ديسكالوريشن ده بدايه الايه الانفيجن، ابتدى يبقى فيه ماس جوه. تمام، لما نشوفه كده لازم نقلق، اوكي. طيب خلاص احنا خلصنا منها. طبعا الاكسجن هو التريتمنت، ولازم نعمل لها فول سكريننج لان العيانه دي موست بروبابلي كان هيبقى عندها ايه، بس هي ذهبت ولم تعد الحقيقه، يعني كانت جايه من الصعيد وشفناها مره واحده وقلنا لها روحي معهد الاورام واي دونت نو وات هابند ليتر يعني. طيب 32 years old female lesions due على النوز asymptomatic started in puberty و increasing with age. تمام، ها اي حد يوصف لنا الليجنز كده وبعدين نقول differential diagnosis clinically. skin colored papules بس، يعني هل دي كلها صغيره ولا بعضها papules وبعضها nodules؟ يعني في حاجات اقل من سنتي وفي حاجات اكبر شويه، يعني ممكن في حاجات منها تبقى نوديوز، صح كده؟ anyway هي سكين كولرد، mainly سكين كولرد بابيوز، في حاجات صغيره وفي حاجات نوديوز. هي فيرم، عشان ايه قبل ما حد هيقول لي ما انا مش حاسسها، هي فيرم. تمام، وابتدت من سن البيوبرتي وزادت مع الايج. what do you think clinical موجود على النوز؟ ترايكو ابيثيليوما، برافو. ايه تاني ممكن افكر فيه؟ انجيو فايبروما، ماشي. وات ايلس؟ سيبيشيس هايبر بليجيا، بس الايج بتاعها بدري شويه. وات ايلس؟ نودولر امايلودوزز، بس برضو الايج بتاعها بدري وهي هتبقى مش مالتيبل كده. وات ايلس؟ يكراين هيدروسيستوما، بس التانية هتبقى سيستيك ودي فيرم. تمام، ترايكو ابيثيليوما، سيبيشيس هايبر بليجيا، ترايكو فيليكيلوما، this is a common site for ترايكو فيليكيلوما which is another tumor طالع برضو من الهير فوليكل. تمام كده، benign tumor يعني من الهير فوليكل. هي كل الحاجات اللي احنا فكرنا فيها benign. طيب الدرموسكوبي showed ايه؟ ايه اللي احنا شايفينه؟ في arborizing vessels اهي. تمام، multiple milia like structures او cysts وروزيتي وايتش باك جراوند. الباك جراوند بتاعنا كده
يعني لونه بينك على ابيض كده، تمام، عامل زي هما بيقولوا بيسموه روزيتي لايك او روزيتي وايتش باك جراوند. ودي الايه؟ المالتيبل ميديا لايك سيستس واربرايزنج بلاد فيسلز. نفكر في ايه؟ ترايكو ابيثيليوم، برافو. فيها حاجه ان كومون مع البي سي سي في الدرموسكوبي وهي الاربرايزنج بلاد فيسلز، تمام، وفيها حاجه مع حاجه تانية اللي هي المالتيبل ميديا لايك، ها بتبقى موجوده فين تاني؟ في السبريك كيراتوزس. برافو برافو ما شاء الله. تمام، الباثولوجي بقى بتاعها اللي احنا شايفينه ده، لقينا عندنا برضو islands of basalite cells، تمام، ومينلي فيها ايه؟ ها ايه ده؟ horn cysts. horn cysts تمام، اهي ماليه الدنيا. والمنظر بتاعها هل في هنا peritumoral retraction او false retraction؟ مفيش، تمام. عشان بس نفرق البي سي سي يا جماعه من الترايكو ابيثيليوم، احنا فرقناها بالدرموسكوبي خلاص، البريزنس اوف وايت ميليا اللي كانت موجوده دي، الميليا لايك سيستس دي مش مع ايه؟ البي سي سي، وروزيتي وايت باك جراوند برده مش مع البي سي سي، تمام. هنا بقى عشان نفرقها باثولوجيكالي، which is برده في حاجات سيميلاريتيز كتيره. اولا الحاجات اللي عايزين نحطها في دماغنا ان البيزالويد سيلز او الايلاندز اوف بيزالويد سيلز اللي موجوده هنا بتبقى لونها يعني شويه مور يعني ايه ريدش شويه كده عن اللون الازرق القاني بتاع الايه البي سي سي. الهورن سيست هنا مور كومن، ممكن يحصل هنا كالسيفيكيشن which is more common في الترايكو ابيثيليوما مش كومن في البي سي سي. الاستروما بتاعتها بتبقى فيها فايبروبلاستس عاليه لانها جايه من ايه؟ من which part of the hair follicle؟ outer root sheath، تمام، واخده نفس الكيراتينايزيشن بتاعها اللي هو ايه؟ هيبقى فيه concentric collagen او fibrous tissue ومعاها هنلاقي فيه fibroblasts كتيره. طبعا هي مش باينه في الصوره دي بس يعني لو فيها ايه؟ حاجه close of view هتبان. بينما هناك هيبقى فيه myxoid stroma، myxoid stroma، تمام؟ وطبعا البريتيومرال الارتيفاكت اللي بيبقى موجود اللي هو نتيجه الريتراكشن اللي بتحصل وانت بتقطع ده بتبقى مع البي سي سي ما بتبقاش مع الترايكو ابيثيليوم. خلاص يا جماعه بس الفروق دي. ولو ان في تايب من البي سي سي بس انا مش عايزه الخبطكم يعني اللي هو بيبقى طالع من هير فوليكل اوريجن ممكن يتشابه جدا مع ترايكو ابيثيليوم في الاخر برضو انت ممكن توصل لناثينج. بس طبعا الكلينيكال بيكتشر هتساعدك، يعني الكلينيكال بيكتشر دي مش بتاعه البي سي سي، صح كده؟ يعني احنا عندنا عشان كده احنا لازم يبقى في عندنا داتا كافيه للباثولوجيست من الكلينيكال. كلينيكال موصوف حلو، الدرموسكوبي برضو متقال كويس، اوكي، لو انت عندك الداتا بتاعت الدرموسكوبي عشان الداتا بتاعت الباثولوجي كله يبقى ايه جنب بعضه ونعرف نوصل لدايجنوزس في الاخر. ذن هي طبعا احنا ايه لما قربنا اهو، معلش نسيت ان انا جايبه كلوز اب فيو، اوكي، برضو مفيش هنا الاير ريتراكشن واللون اللي احنا بنقول عليه محمر شويه، اوكي، وهنا في فايبر بلس كتيره لو انتم واخدين بالكم اللي هي السيلز بتبقى عامله ازاي يا جماعه الفايبر بلس. تبقى سبندل شيبت، برافو كده، سبندل شيبت سيلز. وطبعا عندنا الهورن سيس اللي احنا شايفينها دي كتيره، اوكي اوكي يبقى احنا الدايجنوزز ترايكو ابيثيليوما. وطبعا التريتمنت بتاعها ممكن نعمل لها ايه؟ اكسجن، ممكن بالليزر او سيرجيكال وات ايفر، تمام. which laser is preferred في حاله زي كده؟ CO2. CO2 ماشي اوكي. طيب نيجي بقى للحاله اللي بعد كده، كيس نمبر 7، وركزوا معايا بقى لانها سهله خالص يعني، اوكي. 4 years old lesion، لا 4 years old boy sorry، الليجن بقى لها 2 years started on the face gradually increase in number. حد بقى يوصف لنا الليجن؟ مرة أقول لكم tears ومرة أقول لكم 4 years old lesion. يلا أوكي. رغدة، إزيك يا رغدة؟ الحمد لله، إزيك يا دكتور؟ وحشاني، اتفضلي بقى قولي. براونش بابيول في الشيكس. في الشيكس، تمام. بس؟ ولا في على الشان كمان؟ على الشان، تمام. هي اسيمتوماتيك باي ذا واي،
and firm in consistency. Okay. طيب what do you think؟ دي سهلة تشخيصها. أو benign cephalic histiocytosis أو juvenile xanthogranuloma أو plain warts. تمشي ما تمشيش؟ plain warts تمشي تمام، بس طبعا المنظر بتاعها مش وارتي قوي. اوكي بس يعني ممكن حد يحطها والسرنجوما، بس السرنجوما ده مش الايدج بتاعها. تمام طيب يبقى البناين كيفاليك هيستايتوزز انا برضو نسيت اكتبها، بس يعني possible جدا ان احنا نحطها في الكلينيكال ديفرنشال دايجنوز بتاعنا. طيب الديرموسكوبي اللي احنا شايفينه ده بيسموه sunset pattern. sunset pattern شكل منظر غروب الشمس اللي بيبقى فيه reddish coloration في البريفري، والسنتر بيبقى يعني اصفر على اورنج كده زي الشمس وهي بتغرب. تمام ده كاركترستيك لل جوفينايل زانتوجرانيلوما. برافو. تمام نيجي نشوف الباثولوجي بتاعها. عندنا ديفيوز جرانيلوما. تمام واضح ولا مش واضح؟ ثينينج في الابيدرمس، والانفلتريت عباره عن كله هيستوسايس لونها هي زي ما احنا شايفين بينك، واخده الهول درمس ديفيوز. اوكي لما قربنا منها ايه دي؟ توتون جاينت سيلز اللي هي بتبقى عامله ازاي؟ النيوكلياي بتاعتها ريث لايك. برافو. والسنتر بتاعها بينكش والبريفري فيها فومنس. اوكي زي هنا دي. تمام اوكي يبقى احنا كده بنتكلم على جوفينايل زانثوجرانيلوما. ان بريف كده الجوفينايل زانثوجرانيلوما ا نون لانجرهانس سيل هيستايتوزس تيبيكالي بريزنت بيفور 1 يير اوف ايج 85%، 1 ثيرد بريزنت از ا كونجنيتال ليجن. ممكن 1 ثيرد بتيجي بعد ايه او يعني بيتولد بيها بيبقى كونجنيتال، بس 85% بتظهر بيفور 1 يير، بس ده ظهرت له متاخر شويه. اوكي في ادلت اونست فورم بيجي في 10% من العيانين. الميل بريدومينانس ان تشيلدرن اب تو 7 تو 1 مينلي ميل تو في ميل 7 لواحد، بينما في الادلتس مفيش سكس اي بريدليكشن. از كونسيدرد ا رير ديزيز، هي بتظهر 1 في المليون في التشيلدرن. تمام و اتس بروبابلي اندر، ممكن تكون اندر دايجنوز، يعني احنا بنشوفها كتير بصراحه، يعني بنشوفها هنا في مصر كتير، يعني بنشوفها في حوض مرصود عندنا كتير. اب تو 10% اوف بيشنتس وذ بيجي معاهم نيوروفايبروماتوزز تايب 1، يعني الاسوشيشنز اللي تهمني في حاله زي كده اللي ادور عليها نيوروفايبروماتوزز تايب 1 والكرونيك مايلوجينس لوكيميا، دي الاسوشيشنز اللي تهمني. اوكي ولازم يبقى فيه فولو اب للعيان ده. طبعا السوليتري ليجن اللي هي اسيمتوماتيك سوليتري ليجن هتتعالج ازاي؟ هنشيلها. اوكي لو كانت مالتيبل الحاجات بقى اللي على الترانك اند لمبس ممكن تيجي كمان على الترانك اند لمبس. اوكي ممكن تيجي ريرلي تيجي في الميوكوكوتينيوس ليجنز او على الهاندز اند فيت، بس هي الكومن سايز اللي احنا شفناها. الاي از موستلي لما تيجي يبقى فيها اكسترا كيتينيوس سايت هي الاي اكتر حاجه في 0.5% من العيانين من الحالات. بيبقى فيه يوليلاترال انفولفمنت اوف ذا ايريس، وممكن تبقى معاها جلوكوما او لوس اوف ذا اي، يعني الحاجات اللي ممكن تافكت الاي ان الماسز اللي هتطلع دي هترفع الانترا اوكيولار بريشر، ممكن تعمل جلوكوما، ممكن يحصل لوس اوف فيجن. البابيولز والنوديولز ممكن تبقى من 1 لـ10 مليمتر ان دايامتر، سموث اند فيرم. تمام الكلام اللي احنا عارفينه كلنا، والتريتمنت معروف، بس المهم ان احنا لازم نعمل الحالات دي نتابعها عشان النيوروفايبروماتوزز وعشان الكرونيك مايلوجينس لوكيميا يبقى فيه دايما بلاد اكزامينشن وراديولوجي راديولوجيكال اكزامينشن وكده عشان نيوروفايبروماتوزز، واي بقى سكن ليجنز هتظهر تدينا امبريشن ان هو ده يعني عنده نيوروفايبروماتوزز تايب 1 زي الفريكلينج او الكافيولي باتشز. خلاص هي الاوت كام بتاعها، هي بعد فتره لو مفيش مشاكل ثانيه معاها الاي كومبليكيشنز او انه معاه نيوروفايبروماتوزز او انه معاه كرونيك مايلوجينس لوكيميا الدنيا بتمشي سموث خالص ومفيش اي مشكله فيها، وهي بتهيل باي اتسلف على تقريبا 6 سنين. طيب نيجي للحاله اللي بعد كده. This is a nice case 35 years old male. الليجن اللي في السكالب دي بقى لها 2 سنين. حد يوصفها لنا بقى. اهي يا جماعه ساره، اتفضلي يا ساره. برافو.
على السكالب. عاملة أي مشكلة في الهير؟ انا مش شايفه سكار مش عاملة مش عاملة أي مشكلة في الهير، تمام؟ طيب، طيب ليه أنا سألت السؤال ده؟ عشان نستبعد إيه؟ ديسكويد ال إيه؟ برافو كده، لأن ديسكويد ال إيه وبقى لها سنتين لازم هيكون حصل سكارينج، تمام كده؟ فده احنا كده بالكلينيكال كده وي اكسكلودد حاجه ديسكويد ال إيه، تمام. يبقى انيلر ليجن اريثيماتس انيلر ليجن واخده السكالب، اوكي، و without scarring not ending with scarring. طيب يبقى احنا هنفكر في ايه بقى؟ انيلر ساركويدوزس، برافو، مع اني انا ما حطيتهاش، برافو. وات ايلس؟ اريثيما انيولار، اريثيما انيولار ديب تايب. ما احنا قلناها خلاص. جرانيلوما انيولار، ولو ان ده مش الكومن سايت بتاعها بس اوكي. وات ايلس؟ انيولار سورايسس، برافو، ايوه انيولار سورايسس. اند ذيس از ا كومن سايت، انها تيجي في السكالب. ايه تاني ممكن يجي في السكالب؟ سيبوريك درماتايت. مش احنا دايما بنقول في ريجنال تينيا سيرسيناتا، بس الـ مش الحاجه الاجينست ايه بقى يا هيام او يا اسماء؟ لا، ان هو ادلت، ان هو ادلت. الرينج وورم بينتهي مع البيوبرتي، احنا متفقين ان هو بدايه السبيشس جلاند سكريشن بتوقف التندنسي فور، وان انا شفت على فكره في الادلت بس فيري فيري رير، تمام، ان انا اشوف فيري رير واتيبيكال وهيبقى ايمونو كومبرومايز. انا الحاله اللي شفتها كانت اتش اي في بيشنت بوزيتيف للاتش اي في، فهي عموما مش ده مش كومن ايج بتاع الرينج وورم، بس ماشي احنا لازم نحط في دماغنا كل حاجه وكل الاحتمالات وارده، تمام. يبقى زي ما انت قلتوا سيبوريك درماتايتس، سورايسز، تينيا، اكتينيك جرانيلوما، تمام، حطوها برضو في دماغكم، تمام. وبرضو انا مش هقول لا الجرانيلوما انيولار والاريثيما انيولار سنترافيجم والانيولار ساركيدوزز اللي انتوا قلتوها، برافو، طبعا كل الحاجات دي ممكن. اوكي، هنيجي بعد كده نبص بالدرموسكوبي هنلاقي هذا المنظر. حد بقى يقول لنا ايه المنظر ده؟ فينت يلو بلاك باك، سوري، باك جراوند، فينت يلو باك جراوند، تمام. ده معناه ايه؟ جرانيلوما، خلاص جرانيلوما ونسكت. نراجع بقى ايه اللي احنا قلناه هنا يمشي مع الجرانيلوما بس او الساركيدوزس، الانيلر ساركيدوزس، صح كده؟ طيب اوكي، نيجي بقى نبص على الباثولوجي بتاعه هنلاقي في عندنا هنا حاجه كده، ايه هي؟ نيكروبايوزس. ليه قلتي نيكروبايوزس بقى؟ مين؟ اكرام؟ ساره، ازيك يا ساره؟ لا شاطره ما شاء الله عليكي. ها ليه قلتي في نيكروبايوزز؟ الكولاجين، في كولاجين تشينج، صح كده، في التريشن في الكولاجين. طيب اما نقرب شويه بان اكتر هنا اهو، الاستاتيك ديجنريشن اوف كولاجين اللي عليه ستارز دي، الاستاتيك ديجنريشن حاصل في الكولاجين. ايه الاستاتيك ديجنريشن ده؟ اكتينيك دامج بيحصل للكولاجين في البابيلاري ديرمس، اكتينيك دامج اوف كولاجين ان بابيلاري ديرمس نتيجه تو ماتش اكسبوجر للصن، عشان كده لازم تيجي فوتو اكسبوزد اريا. العيان ده دايما بيحرق شعره كده، يعني الاريا دي دايما اكسبوزد، هو لو بيطول شعره المنطقه دي مش هتبقى اكسبوزد للصن، اوكي، ذاتس واي الحته دي كانها بيرد سكين، متعرضه للشمس، وهو كان بيشتغل حاجه مش فاكره ايه هي دلوقتي لانه عيان قديم، بس موستلي كان بيتعرض للشمس جامد، تمام. فعنده الالاستاتيك ديجنريشن اللي حاصل ده، اللي هو هتلاقي المفروض الكولاجين بيبقى لونه ايه يا شباب؟ زي اللون اللي هنا ده الاحمر ده، اما نلاقي فيه البلويش ديسكالريشن ده بنسميه الاستاتيك ديجنريشن، وده بيجي عاده في السن الكبير عن كده في الارياز اللي فيها سان اكسبوجر، اللي بنسميها الايه الاكسترنسيك ايجنج. الاكسترنسيك ايجنج اللي بيحصل بيبقى كده منظره كده، اوكي، اهو اكتر لما قربنا حصل دامج للكولاجين، والهيستوسايتس بقى متجمعه حواليها، دي هيستوسايت اهي، احنا اتفقنا الهيستوسايت بنعرفها ازاي؟ النيوكليوس بتاعتها بتبقى فيزيبل والنيوكليولس او ايه، النيوكليولس ايه باينه، اوكي.
فاحنا عندنا هيستيوسايتس جايه انجلفنج الدامج كولاجين اللي موجود ده. اوكي باينه هنا الصوره دي برضو مبينه اكتر. اوكي طيب يبقى اكتينيك جرانيلوما اللي هي الاوبراينز جرانيلوما. لو ما تعرفوهاش ولو انها يعني معروفه, الاكتينيك جرانيلوما was first described by اوبراين في 1975 as a rare granulomatous disease, lesion presence on sun exposed sites most commonly يعني تيجي على الفيس نيك اند سكالب, slight predominance in middle aged women بس ممكن تيجي بقى طبعا في اي ايج يعني بس اكتر هتيجي في الميدل ايج. جنرالي بتبقى اسيمتوماتيك سنجل اور مالتيبل انيلر اور بولي سايكليك وميجرز اب تو 6 سنتيمتر دي اكتر كمان. شوينج سلو سنتريفيجال اكسبانشن بتبتدي صغيره وتبتدي توسع زي بتاعه التينيا سيرسيناتا كده. وذ ان اريثيماتس اليفيتد ايدج despite the initial debate regarding whether it is it represents a variant of granuloma annular ولا لا, بس it is a separate entity لانها بتحصل نتيجة الفوتو دامج ولان ما يبقاش فيه ميوسن ديبوزيشن وانما بيحصل زي ما قلنا ايه elastotic degeneration للكولاجين وليس ميوسن ديبوزيشن زي اللي بيحصل في الجرانيلوما انيولار. طيب according to O'Brien it is consisted of granulomatous reaction to solar damage. He concluded that this was also the likely diagnosis for the other previously described entity اللي كانوا بيسموها measures granuloma قبل كده of the face. طيب المهم هي predilection اكتر للsun exposed area وhypothetically هيحصل elastotic degeneration للcollagen اللي هيخلي يعمل زي كأنه foreign body act as a foreign body يستدعي الجرانيلوما انها تيجي autoimmune response وتبتدي تعمل له engulfing فيحصل ايه الجرانيلوما اللي احنا بنشوفها دي. طيب التريتمنت بتاعها ايه يا جماعه؟ هي عموما ممكن تتعالج بالسيستميك ريتينويدز. اوكي وطبعا صن بلوك بعد كده للارياز اللي هي الاكسبوزد عشان ما تجيلوش مره تانية. هي عموما من الحاجات اللي ايه بتقعد فتره طويله وبتروح لوحدها. اوكي بس اوكي يعني اذا انت عايز تعالجه عشان طبعا منظرها بتبقى يعني ديسفيجرنج لانها جايه في اريا باينه. وبيقول لك ممكن تبقى اسوشيتنج لدايابيتس لوكيميا بوليمايالجيا بس يعني الحالات القليله اللي احنا شفناها ما كانش معاها اي مشكله تانية. اوكي يعني هيلثي كومبليتلي هيلثي انديفيديوال وعنده الليجن دي. طيب نيجي بقى الكيس نمبر 9 وبعدين كيس السؤال اللي هتحلوه انتوا بقى المره الجايه. 46 years old male الليجنز دي على الفيس of 4 years duration الاذر سايد of the face. يعني احنا عندنا هنا lesions هنا وهنا. ها حد يقول لنا بقى ايه الوصف الاول بتاع lesions دي؟ سهلة papules بس papules و plaques و plaques plaques السايز بتاعها كبير شوية. تمام stuck on برافو. طب واللي في الناحية التانية الليجن دي شويه تقلق. تمام انا عارفه انتوا على طول عرفتوا لا يعني دي المنظر ده وده 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 وبالذات الحته اللي عند الهير دي شكلها مش مريح خاصه الليجن اللي ابتدى يحصل فيها ايه زي بلجنج كده يعني تحس انها ابتدى يطلع فيها نوديوز صغيره منظرها مش مريح. اوكي فاحنا بعتناها تعمل لها ديرموسكوبي وطبعا احنا فكرنا في السيب كي بس حطينا مالجنت ميلانوما والبيجمنتد بي سي سي والكولاجين تيومر. وات از ذا كولاجين تيومر؟ اتس ا كومبينيشن اوف تو تيومرز بيناين ومالجنت او تو مالجنت يعني ممكن مثلا ايه لو قلنا السكويمس سيل كارسينوما اللي بتيجي مع بيزل سيل او اللي هو البيزي سكويمس دي تعتبر كولاجين تيومر. السيب كي لو جه معاها بي سي سي او سكويمس سيل كارسينوما تعتبر كولاجين تيومر. لو عندك سولار كيراتوزز وان توب حصل معاها زي الحاله اللي شفناها في الاول تعتبر كولاجين تيومر. تمام عشان لو قريتوها في حته يعني بس ايه طيب الليجنز اللي كانت على الليفت سايد اللي هي على التمبل اوف ذا ليفت سايد منظرها كان كده. اوكي ها حد يقول لنا بقى ايه اللي انتوا شايفينه؟ ميليا لايك سيست وايت ميليا لايك سيست اهي زي اللي شفناها فين بترايكو ابيثيليوما صح كده عشان ما ننساش. وايه ده pigmented pseudo follicular opening وكوميدو لايك سيست. اوكي وفي حاجه زي دي
او دي اللي بنسميها ايه، كيراتينفيلد كريبت، يلو يلو كده ان كلر اهي زي دي، او دي كيراتينفيلد كريبتس تمام، وهي نفسها شارب بوردرد وايه ويل فوق يعني، يعني مش ما فيهاش irregularity في البوردر بتاعها تمام، فدي يعني مطمئنه جدا، دي بناين. طب نيجي للتانية بقى اللي احنا قلقنا منها، برضو ما فيهاش حاجه تقلق اوكي، وان كان شكلها انها ريجولر برضو اوكي، وبرضو اهي الوايت لايك ايه الميليا لايك سيس، والاي دي البيجمنت السودو فوليكولار اوبننج او الكوميدو لايك ليجنز اوكي، ف اتس اوكي يعني هي بناين برضو ما فيش مشكله فيها، بس برضو شلناها وعملنا لها باثولوجي فطلع المنظر ده. يا ريت تقولوا لنا بقى ايه اللي موجود. سودو هورن سيست، ليه قلنا عليه سودو هورن ده؟ لانه كونكتد بالابيدرمس اهو، ده هورن ده سودو هورن لانه كونكتد بالابيدرمس، يعني هي انفاجينيشن من الهورني لاير جوه في الايه في الابيدرمس مع الاكانثوزز اللي حصل تمام. طبعا في بابيلوماتوزز وكل الاليمنت بتاعت الابيدرمس زايده. وهنا نفس المنظر، برافو، وهورن وسودو هورن، يمين لي هنا كلها هورنسس تمام. برضو يعني منظر تاني برضو عشان تحفظوها بقى لما تشوفوها بعد كده تبقوا حافظينها، دي سودو هورن وهورن بالظبط كده. طيب يبقى احنا عندنا سيب كي، طبعا الايه التريتمنت بتاعها باي اكسجن اوكي، بس احنا كان لازم نطمن عشان الليجنز اللي كانت في الرايت تمبل وعند السكالب او الهير لاين دي شكلها ما كانش ايه مريح خالص مش عالي. طيب الحاله اللي جايه مش هنتكلم خالص، انتوا هتاخدوها كده تبصوا عليها وتفكروا فيها ونتكلم عنها ان شاء الله المره الجايه. خلاص بسم الله. 32 years old female، الليجن دي بقالها 7 months تمام، ده الكلينيكال. الدرموسكوبي باثولوجي لو باور كلوز اب فيو كلوز اب فيو تمام، بس كده. والمره الجايه ان شاء الله نتناقش في الحاله دي بقى، تفكروا فيها كده على مهلكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال في الحالات اللي قبل كده؟ طيب انتوا تفضلوا بقى كده ولا ان احنا ندش كده ديرموسكوبي 1 2 3 4 باثولوجي 1 2 3 4 كده احسن؟ طيب اتس اوكي okay. طيب خلاص ماشي الحال، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، وفكروا بقى في الحاله وجاوبوني المره الجايه ان شاء الله. يلا في امان الله، مع السلامه.